بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قصة سفينة سيدنا نوح. هذه سفينة صغيرة جدا ومصنوعة من الخشب، ولا تتسع يعني على ما أتخيل لأكثر من 10 أو 20 شخص، ويمكن أن تغرق بهم. تصور أخي الحبيب أن نوح عليه السلام بسفينته أنقذ أمة كاملة. سفينة عظيمة جدا صنعها فقط من الخشب. قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير الخشبية، يعني استخدم سيدنا نوح مسامير خشبية. لماذا؟ لأن الخشب يعتبر عنصر خفيف أو مادة خفيفة، كثافتها أقل من الماء، بينما الحديد كثافته كبيرة، يشكل وزنا زائدا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أخي الحبيب، هناك معجزات كثيرة في قصة سيدنا نوح. أنا أحببت أن أتأمل معك شيئا قليلا منها. عندما أحس سيدنا نوح أنه مغلوب، استهزأوا به، سخروا منه، حاولوا إيذاءه، وبقي صامدا طيلة 950 من السنين، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم ييأس. ولكن على الرغم من ذلك، وسبحان الله، ابنه لم يهتدي، كفر. يعني تخيل معي أخي الحبيب، وأنا أخاطب كل إنسان لديه ابن لا يصلي، ابن عاق، ابن حاول معه أن ودعاه إلى الإيمان ولم يستجب. تذكر قصة سيدنا نوح عندما نادى ابنه، ونادى نوح ابنه وهو في معزل، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان ابن. لم يجبر سيدنا نوح بالقوة على الإيمان، لأنه يعلم أنه سيكفر. وبالتالي هذه رسالة لنا، أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ندعو أبناءنا وأهلنا وكل من نستطيع، ولكن الهداية بيد الله، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الحكمة الثانية من قصة سيدنا نوح أن أبواب السماء فتحت بالماء، والأرض فجرت، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الحقيقة هنا، بعد أن انتهى الطوفان، ماذا قال الله؟ قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. يا أرض ابلعي ماذا؟ ماءك. دليل أن الماء خرج من الأرض، وحتى الماء الذي نزل طار من السماء أصل تبخر من الأرض وشكل يوم ونزل على شكل أمطار منهمرة. إذن هنا إعجاز علمي، سيدنا نوح يحدد أن ماء المطر أصله من الأرض. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. المعجزة الأخيرة أيها الأحبة، وهي معجزة لطيفة، أن قصة سيدنا نوح تذكر في القرآن كثيرا. إذا جمعنا الكلمات التي تحدث الله فيها عن قصص نوح في القرآن، نجدها 950 كلمة بعدد السنوات التي لبثها سيدنا نوح. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المعلومات من يشاء من عباده الضالين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.